شوف المغاربة مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عجيب عجيب غريب عجيب غريب. في سنة 169 هجرية حتى نفهم السياق يعني، وقعت معركة في مكة في مكان اسمه فخ قريب من قبر عبد الله بن عمر، قريبا 500 متر في فخ، قتل ما يزيد عن 198 من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل الحسن، من قتلهم أبناء عمهم العباسيين هم الذين قتلوهم. لم يفلت منهم حقيقة إلا إدريس، الذين سمي نحن المولى إدريس، مولى إدريس ابن عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن بن علي، ابن فاطمة الزهراء، ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا المصير. ففر إلى المغرب شريدا طريدا وحيدا يعني مطلوبا. إدريس. إيه إدريس، إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنها زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها. فجاء فوجد رجل متوج، ملك متوج ملك في مملكة أوربة اسمه إسحاق بن عبد الحميد الأوربي. فعندما علم نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بقبيلة ولا بشوكة ولا بأي شيء، ما معه أحد، هو بمفرده أتى بنسبه فقط وبصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنازل له عن الحكم، تنازل له عن الحكم، وهذه كبيرة جدا. يعني لو أطلقت يعني خيالك لما وقع في التاريخ الإسلامي عن الحكم، يعني مصائب، يعني مصائب كبيرة جدا. الشرف نعم لقربه النبي عليه الصلاة والسلام. فزوجه ابنته كنزة، اسمها كنزة، فلذلك نحن كنزة عندما نسمي نقول كنزة أم الشرفاء. كنزة أم الشرفاء زوج إدريس. لا هذه كنزة زوج إدريس. زوج إدريس نعم. يعني حملت يعني حملت منه، وما لبث أن توفي. لا ندخل في التفاصيل من قتله كذا إلى آخره، هذا لا أريد أن أدخل فيه مرة أخرى. جميل. ثم قال المغاربة مرة أخرى سننتظر كنزة، للا كنزة، نقول نحن للا هي السيدة، سيدة من باب الشرف وصفا. نعم هذا في اللسان الأمازيغي، للا هي للشريفة، اسم وصف، إما من آل الحسن، وآل الحسن عندنا في المغرب يعني يقول 95% من الشرفاء من المغرب من آل الحسن، هي مخصوصة بالأشراف من آل الحسن، و5% من آل الحسين في المغرب. الحسين قلة من حيث العدد، لا في المغرب هي للأشراف، ولكن تأدبا المرأة الكبيرة والخالة الكل نقول لا 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 خالتي، حتى الخادمة عندنا في البيت كبيرة إذا بالسن. كانت كبيرة ولها مقامة مقاما معينا نقول لها لا لا، يعني هذا من باب التشريف، باب القدر يعني الأخلاق. الأخلاق. فانتظروا فولدت ولدا سماه إدريس ثاني، الذي بنى مدينة فاس العاصمة الأولى للدولة المغربية. فانتظروا حتى وصل سنة 12 سنة ثم بايعوه عليهم. بمعنى آخر أن مكانة الشرفاء في المغاربة كبيرة جدا، حتى أن الدولة الآن التي تحكم المغرب الآن الدولة العلوية، والتي الآن تقريبا 376 سنة وهي تحكم المغرب، ودخوله من المغرب عجيب غريب جدا. جاء المغاربة حجاج فقدسوا في القدس، صلى الله تعالى أن يفك أسره من اعتداء الصهاينة الغاشمين. ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة لزيارة سيدنا رسول الله. ثم حجوا، ثم عادوا إلى المدينة يلتمسوا شريفا يجتمعوا عليه، إن كان الشرفاء قد يعني تفرقوا إلى آخره، ووقع بينهم نزاع. فقالوا الشرفاء هناك في ينبع على البحر الأحمر، فذهبوا إلى ينبع فوجدوا المولى القاسم بن محمد هو المزوار ورئيس الشرفاء. نحن في المغرب نسميه المزوار، مزوار. يعني شيخ شيخ الشرفاء، كبير الشرفاء، إيه كبير الشرفاء. فقالوا نريد شريفا، نلتمس شريفا نجتمع عليه في المغرب. فكان له ثمانية من الأولاد، ثمانية من الأولاد. فجعل يناديهم ويسألهم سؤالا نمطيا ويقول لهم يا ولدي إن أرسلتك إلى أرض قوم فعاملوك بالخير ما تعاملون؟ قل أعاملهم بالخير، وإن عاملوك بالشر قل أعاملهم بالشر، خير بالخير والبادي أكرم والشر بالشر والبادي أضلق. حتى وصل إلى السابع وكان اسمه الحسن، قال يا ولدي إن أرسلتك إلى أرض قوم فعاملوك بالخير ما تعاملهم؟ قال أعاملهم بالخير. قال وإن عاملوك بالشر؟ قال أعاملهم بالخير. قال وإن تمادوا في غيهم وعاملوك بالشر؟ قال أعاملهم بالخير. قال إلى متى يا ولدي؟ قال إلى أن يغلب خيري على شرهم. قال فدعا له فسر به، يعني أيما سرور
يعني السرور وهذا الذي يريد وهذا الذي يريد. فذهب ودخل إلى المغرب فسمي بالحسن الداخل، ومكث العلويون في المغرب 375 سنة لم يكن لهم حكم، ثم قامت لهم الدولة، والآن عمرها كما قلت سلفا 376 سنة من الحكم. فلذلك أقول دائما في خطبي بأن المغاربة يحكمون بالإحسان ولا يحكمون بالعدل، إن هؤلاء الملوك الذين تعاقبوا فينا يعاملوننا بالإحسان ولا يعاملوننا بالعدل. لذلك المغاربة لحمة واحدة، رغم أنهم فسيفساء، فينا العرب، فينا الأمازيغ، فينا العرب القدماء، وفينا الوافدون، فينا بني هلال وبني سليم، وفينا الأندلسيون، وفينا حتى شلوح. اليهود، وفينا الأمازيغ مشارب مشارك، وفينا الحسانيون شلوح، شلوح وما أمازيغ.